ايه حكايه الناس اللي ساكنه في الاسم دي؟ احنا معانا مستندات تثبت ملكيتي للفيلا اللي فيها الاسم. يلا غور، مفيش زياره دلوقتي. انا مش زياره سيادتك، انا ساكن هنا. الاسم ده بتاع ماما صويا مش ماما مصر. تمام، كل اللي في الاسم بره. بشرب شاي من غير سكر والدنيا عماله تفرر. بشرب شاي من غير سكر والدنيا عماله تفرر. وغيرنا عايش متظبط، بس انت ما شاء الله واكبر. ايوه يا معالي الوزير، سيادته امر لكم باوضه مؤقته في الاسم. مبسوط في الاقامه معانا في الاسم؟ طول ما انت قاعد هنا هيمر عليك بلاوي. يا نهار اسود، اللي هيتحرك هنسفلته. ده الشعب المصري كل واحد واحد بيدعي عليك. طب ما تيجي نعمل الكشكشتة دي في العشاء. بتعمل ايه يا بنت شمال؟ عملت حاجه شمال؟ تعرفي بكسل الواد بتاع جامعه الدول؟ عندي شاسيه وماكينه. دول بني ادمين؟ ده ما بقاش اسم، ده بقى مرستان. يا نهار اسود، وانت خلي بالك من نفسك عشان اغتصبوا كلبه. الباشا بتاعنا حلويات والواد ده اهو. لكن يا باشا الدنيا لازم تترتب من فوق. اسمع كلام امك، خلي بالك ولو جه رضعه. خش نام يا لولو، بتغلبنا في الصحان الصبح وامك بتقوم تزعق في الاسم. هات الواد ده. متاكد انه واد ولا نعمل له كشف حالا دلوقتي؟ هي دي الملامح المصريه الجميله، التعاسه واضحه. زباله، عايز اعرف المسحوب اللي انتوا بتستحموا بيه بيخليكم ملعلطين كده. تحبس مين؟ انت فاكرني حماده؟ مش عارف ليه عندي احساس ان احنا عايشين ايام سودا مع بعض. بس انا عايز اعيش، اعيش عيشه حلوه واتجوز بصه حلوه. ايه يا استاذه؟